بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ماذا يفعل المسلم والمسلمة الذين يعيشون في الغرب في ظل التضييق عليهم وفي ظل هذه الإجراءات التي نراها اليوم؟ هذا سؤال وردني الحقيقة، وتعلمون طريقتي أنني دائما أحب أن أجيب بلغة العقل والمنطق والعلم والحقائق العلمية. دعونا نلجأ للقرآن. هل القرآن يأمر بالفوضى؟ يعني مثال سيدنا موسى عندما أرسله الله إلى فرعون، فرعون ماذا كان يعمل؟ أنا أريد أن أعطيكم شيء من القرآن لنسقطه على واقعنا اليوم. فرعون كان يذبح الأبناء الأولاد الصغار ويستحيي النساء ليذلهم. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فرعون لحق بسيدنا موسى وبالمؤمنين وتوعد أن يقتلهم، وتوعد أن يقتل السحرة الذين سجدوا لله عز وجل. انظروا إلى الإجرام، إلى الإصرار على الجريمة، الإصرار على إيذاء المؤمنين، الإصرار على الكفر والإلحاد والعياذ بالله، مع أن فرعون رأى معجزة يقينية أمامه. والسحر الذين كانوا يروجون لفرعون قبل قليل أئن لنا لأجرا لو كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. هؤلاء السحرة الذين هم أشد كفرا ونفاقا لم يستطيعوا أن ينكروا معجزة موسى. للأسف في هذا العصر الذي ينكر معجزة القرآن هو أسوأ من قوم فرعون أو من بعضهم ممن آمن في ذلك الوقت. السحرة سجدوا وتحدوا فرعون وقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب في خضم هذا الظلم الذي كان يتعرض له المؤمن، كيف عالج القرآن هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الفساد؟ قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله أيها الأحبة، هذه الآية دليل على أنها كلام الله. لماذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لو هو الذي ألف القرآن كما يقولون، لماذا يأمر أن يتعامل سيدنا موسى وهو كليم الله وكلم الله موسى تكليما وهو مقرب من الله سبحانه وتعالى، على الرغم من ذلك قال له ولسيدنا هارون عليهما السلام فقولا له، أي لفرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني عسى هذا الطاغية، هذا الذي جعل من نفسه إلها، عسى أن يخشى ويعود إلى الحق ليتوب الله عليه. تصوروا رحمة الإسلام أيها الأحبة. فنحن اليوم عندما نتعامل مع بعض الظلم ينبغي أن نستخدم أسلوب سيدنا موسى وأسلوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا. يعني خذوا مثلا سيدنا نوح، حتى مع ابنه كان بإمكانه أن يربطه في السفينة ويجبره على أن ينجو، ولكن لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الأنبياء يخاطبون القلوب لا يخاطبون الأجساد، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ابنه كان يصعد إلى الجبل، يا بني اركم معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. انظروا في هذا الموقف الصعب وهو يعلم أن ابنه الكافر سيكون مع الكافرين وسيدخل النار، على الرغم من ذلك يقول له يا بني، لم يقل له يا ابني، يا بني، الكلمة التي تقال
للأطفال الصغار، بنية تصغير ابن، يعني يعامله كطفل صغير. كلمة مليئة بالرحمة، بالعاطفة، بالمودة، يريد له الخير. يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رفض دعوة أبي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. المهم أيها الأحبة، كل الأنبياء تعاملوا بالرفق واللين والموعظة الحسنة، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين يدعون أن النبي استخدم الحرب في نشر الإسلام، هؤلاء لم يقرأوا عن الإسلام الصحيح. السيف لم يستخدم إلا في حالة الحروب، وكل الحروب التي خاضها النبي كانت اعتداء عليه، هو لم يعتدي على أحد، كان ملتزما بالآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. النبي لم يعتدي على أحد حتى آخر لحظة، كان يخاطب أعداءه بالحسنى، يعاملهم باللين، يعاملهم بالرفق. أما الحرب هذا موضوع آخر، نحن الآن لسنا في حالة حرب، نحن في حالة حياة مدنية، هناك قوانين للأمم المتحدة، قوانين القانون الدولي ينظم العلاقات الدولية وعلاقات الناس، وهناك كل دولة لها قوانين. ينبغي علينا سواء اقتنعنا بهذا القانون أو لم نقتنع به أن نلتزم قدر المستطاع بهذه القوانين. لماذا؟ سأقول لكم، هذا منهج قرآني. الذي آمن من آل فرعون، هل وبخه الله أم مدحه؟ مع العلم أنه كان بمثابة وزير مسؤول وله سلطة، وكان يكتم إيمانه. وقال رجل من آل فرعون، هو من يعني كما يقال من النظام الحاكم، ولكن يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ القرآن مدح هذا الإنسان، وقال في نهاية القصة هذا الرجل آخر شيء قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقاه الله مكر هؤلاء ونجاه من آل فرعون، لم يغرق ولم يهلك كما هلك الآخرون. طيب هذا الشخص كان من آل فرعون، كان ملتزما بالقوانين الموجودة في ذلك الوقت. فالإنسان أيها الأحبة عندما يكون في بلد فيه قوانين، كل ما يتعارض، كل ما فيه معصية أنا أبتعد عنه. طبعا عندما لا يوجد قانون يأمرني ألا أصلي مثلا، هذا القانون غير موجود. لا يوجد قانون يأمرني أن أشرب الخمر، هي قوانين تنظم حياة الناس. وقلنا فيما سبق هناك بعض الأماكن في مثلا فرنسا، في أوروبا، لا تسمح بارتداء الحجاب. طبعا إذا نزعت الحجاب أنت آثمة، يمكن أن تتوبي إلى الله وتستغفري فيما بعد، والله غفور رحيم، ولكن ينبغي أن تعلمي أن هذا إثم لا يجوز، يبحث الإنسان عن مخرج آخر. الشيء الثاني: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا الآن في أزمة، ماذا أفعل؟ التقوى، الدعاء، لأن الله يراني. الشيء الأهم أيها الأحبة، أنك أنت إذا كنت تعيش في الغرب ينبغي أن تعتبر نفسك داعية إلى الله، وإلا ماذا تفعل هناك؟ حتى هنا المؤمن، كل مؤمن هو داعية إلى الله. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، يعني أنت كمؤمن في أي مكان إذا قلت عن نفسك إنك مسلم ينبغي أن تعطي الصورة الإسلامية الصحيحة للآخرين. أول شيء: لا تكذب، لا تغش، لا تخدع، تتقن عملك، تنصح الآخرين بالخير، تحب الخير للآخرين. والآخرين هنا ليسوا فقط المسلمين، حتى الملحد أحب له الخير وانصحه
ربما يهديه الله ويكون أفضل منك عند الله ذات يوم، أنت لا تدري. فالمؤمن لا يكره أحدا أيها الأحبة، إلا أعداء الله طبعا، وهذا في يعني نطاق محدد وهو الحروب والمعارك. أما أنت في حياتك اليومية، النبي كان يتعامل مع كل الناس، استقبل وفد من نصارى نجران وأكرمهم وأعطاهم حقوقهم كاملة، وتعامل مع اليهود وأنصفهم وأكرمهم وتعامل مع المشككين ومع الملحدين. عمه أبو لهب كيف كان يهديه ويصبر عليه ويتحمل أذى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا منهجا للتعامل مع الأزمات، أن تتعامل أولا بالدعاء إلى الله، ثانيا الصبر، ثالثا الأخلاق الحسنة، رابعا أن توجد طريقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، ليكن هناك حوارات منطقية، مناظرات، ليكن هناك طبعا ضمن ما يسمح به القانون، لأننا في النتيجة كل العالم اليوم محكوم بمجموعة من القوانين. لا نريد أن يعني يجب أن نكون واقعيين أيها الأحبة، اليوم أنت لا تستطيع أن تدخل من دولة إلى دولة إلا بتأشيرة وجواز سفر وكذا وكذا وكذا، وهذا النظام يحكم العالم اليوم. فأنا كمسلم ينبغي أن ألتزم بهذه القوانين ما دامت لا تتعارض مع الحرام والحلال، يعني ليس فيها معصية. إذن أيها الأحبة، نختم هذا اللقاء بكلمات قليلة أقول لكل مؤمن ومؤمنة يعيشون اليوم في دول غير إسلامية، أعطي الصورة الصحيحة عن الإسلام للآخرين، اصبر لأن هذا بلاء، كيف ستدخل الجنة؟ كيف صبر المسلمون الأوائل؟ الله تعالى يقول لك، تخيل لك أخي المؤمن ولك أختي المؤمنة الملتزمة بالحجاب والتي تعانين الآن من هذه الضغوط، يقول لكم عن الجنة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنت الآن في بلاء واختبار من الله، ينبغي أن تصبر أو أن تصبر، تثبت على الحق، عسى الله أن يهدي بك، لأن الدراسات كلها أيها الأحبة تشير إلى أن أوروبا ستصبح فيها أغلبية مسلمة خلال العقود القليلة القادمة، ستكون الأغلبية إسلامية. في أمريكا الإسلام ينتشر بشكل كبير جدا، في كندا، في أستراليا نسبة المسلمين تتضاعف بنسبة 400%، تصوروا أيها الأحبة. فهذا الانتشار للإسلام ينبغي أن يكون حافزا لنا لتقديم المزيد عن هذا الدين الحنيف من صورة مشرقة، وأن نتعامل بالحسنى وبالكلام اللين. إياك أن تشتم ملحدا أو يعني تسيء لملحد أو كذا، لا، تعامل باللين باللطف كما أمر الله سيدنا موسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تصطدم مع من يخالفك بالرأي أو بالعقيدة أو بالديانة أو المذهب، ضع في اعتبارك أنه من الممكن أن يهديه الله إلى الحق على يديك طبعا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد خير لك من حمر النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنا وبكم من يشاء من عباده الضالين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.